نشرة الأخبار. أخبار تونس والعالم تأتيكم مفصلة هذا المساء من إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين مشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله وقتكم بكل خير، أهلا بكم. البداية بالعناوين: حركية سياحية هامة في المنطقة السياحية برقة عين دراهم، وتوقعات بموسم سياحي استثنائي بالجهة. تفعيل صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار، وفي النشرة فكرة عن شروط الانتفاع بهذه القروض. 3 مجازر إسرائيلية في قطاع غزة، والكيان الصهيوني يتمسك بمواقفه المتعنتة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى. إلى التفاصيل. أعلنت الهيئة المستقلة العليا للانتخابات اليوم أنه بإمكان الراغبين في الترشح إلى الانتخابات الرئاسية 2024 الانطلاق في مسار تجميع التزكيات النيابية بالنسبة لأعضاء المجالس النيابية المنتخبة والتزكيات الشعبية المواطنية، وذلك وفق ما أكده لزياد حسني الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري. اليوم فعليا تم تنزيل نموذج التزكيات على موقع الهيئة. زلنا نفرق ما بين التزكيات النيابية والتزكيات الشعبية. التزكيات النيابية تخص نواب الشعب، يعني الغرفة الأولى والغرفة الثانية، وكذلك المجالس المحلية المنتخبة، يعني مجالس محلية، مجالس جهوية ومجالس أقاليم اللي هم الرؤساء. التزكيات هذه هما الوحيدين ينجموا قوموا بها باعتبارها وأن تكون معرفة بتمضى عندهم الحق باش يختاروا مترشح بذاته. ثم التزكيات الشعبية هي التزكيات اللي يتقدم لها المترشح شخصيا مرفوق بالبطاقة التعريف الوطنية صاحبة صورة شمسية إلى مقرات الهيئة المركزية أو المقرات الهيئة الفرعية أو 279 معتمدية أو مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، واللي موجودة الأسماء تحديدا بموقع الهيئة. تدخل البيانات متاع المترشح، ثم يكون النموذج متاح على موقع متاع الهيئة اللي يستعملوا المترشح وكذلك الناخبين المواطنين لتزكيت مترشح بعينه. في سياق متصل، أكد محمد تليلي المنصري أن الهيئة انطلقت اليوم في تنفيذ جملة من الإجراءات لمراقبة صحة وسلامة التزكيات المجمعة من الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك بهدف منع ما وصفها بالتزكيات على بياض. إجراء هذا بطبيعة الحال يمكن من مراقبة صحة وسلامة هذه التزكيات، يمكن الناخب كذلك أنه يصوت أو يزكي لمترشح بذاته باعتبار الصورة الموجودة حتى ولو يكون ما يقراش، تمنع ما يسمى بالتزكيات على بياض اللي كانت قبل موجودة. الإجراء الحذائي الأول اللي خذيناه هو من خلال النموذج، كان لاحظته أنه النموذج خاصة بالنسبة للتزكيات الشعبية هي نموذج شخصي، ما ينجمش يكون على بياض، يعني يستعملوه كل المترشحين. هذا هو الجانب الحمائي الأول. ثم في القرار الترتيبي متاعنا لاحظنا وأنه مجلس الهيئة نجم يستعمل وسائل حمائية أخرى للتأكد من سلامة هذه التزكيات عن طريق إرسال حتى الإرساليات قصيرة للمواطنين الناخبين لإعلامهم أنهم قاموا بتزكيت مترشح معين، ثم نجموا حتى نقوموا بنشر هذه التزكيات بالتنسيق أكيد مع هيئة حماية المعطيات الشخصية، نشر هذه قائمة التزكيات بموقع الهيئة، وهكذا تكون هذا أما جانب متاع حماية كبير على كل مجلس الهيئة بطبيعة الحال باش يراقب كل هذه التزكيات من حيث الشكل ومن حيث المضمون. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان اليوم تفعيل صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار. وكانت مديرة بناء السكن بالإدارة العامة للإسكان بوزارة التجهيز إشراق بن علي قدمت خلال تدخلها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، قدمت فكرة عن كيفية انتفاع الأشخاص من ذوي الدخل غير المنتظم بقروض السكن. ثمن الأقصى للمسكن هو 150 ألف دينار، وإلا قروض لبناء مسكن والثمن في حدود 100 ألف دينار. أول شرط أن يكون المنتفع والقرين متاعه إذا كانوا متزوج لا يمثل يكون مسكن. الشرط الثاني الدخل يجب أن لا يتجاوز 10 مرات السميك. يجب زادة المنتفع أن ينخرط في منظومة الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل على 6 أشهر. زادة يجب أن تكون الوضعية العقارية للعقار كسوة المسكن اللي بيش يشريه يجب أن تكون مساواة وقابلة للرهن، وإلا الأرض زادة يجب أن تكون مساواة وما فيهاش إشكالية. ينتفع يزمي قدم مطلب لدى البنوك المنخرطة في الآلية هذه اللي هما 6 بنوك انخرط بمقتضى اتفاقيات باش نجم تمول عملية اسناد القروض، يا اما لاقتناء مسكن جديد والا لبناء مسكن. توا كبداية تجربة اولى فما اتفاقيات تعملت مع 6 بنوك، سيتم تقييم التجربة هذه وفيما بعد سيتم تعميمها ان شاء الله على البنوك الكل.
حركية سياحية هامة تعيشها المنطقة السياحية برقع دراهم من ولاية جندوبة حاليا، وسط توقعات بتطور لافت للمؤشرات السياحية خلال الفترة القادمة، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة عيسى المرواني. تشهد المحطة السياحية بتبرقة خلال هذه الفترة حركية سياحية لافتة بتوافد العديد من الزوار والوفود السياحية، وجميع المؤسسات الإيواء السياحي على استعداد تام لاستقبالهم وتوفير لهم أجود الخدمات، وهناك فرق ميدانية تشتغل ليلا ونهارا للوقوف على مدى احترام هذه المؤسسات السياحية للمعايير المطلوبة في المهنة السياحية على مستوى شروط الخدماتية، حفظ الصحة والسلامة الغذائية، شروط المنظومة الأمنية والسلامة العامة. لبلغة أرقام الحمد لله المؤشرات طيبة، وهناك طلبات عديدة في الفترة القادمة وستبلغ أقصاها من الأسبوع الثالث من شهر جويلية وكامل شهر أوت، وبالتالي كل هذه المؤشرات تؤشر أن هذا الموسم سيكون واعد واستثنائي. قالت عضو المرصد التونسي للمياه وفاء عثمان إن مجموعة تبليغات حول انقطاع الماء الصالح للشرب بلغ خلال شهر جوان الفارط 305 تبليغا، أغلبها من ولاية صفاقس وقفصة. ودعت في تصريح للأخبار إلى ضرورة التخلي عن سياسة الحلول الترقيعية في معالجة أزمة المياه. شهر جمعة مجموعة تبليغات وصلت ل 305، أكثر حاجة كانت عند صفاقس وقفصة، كيف كيف حتى نشوفوا ولاية ساحل، مهدية، سوسة، كلها لا تستثنيهم الانقطاعات هجومة. أزمة هذه هي أزمة تاريخية وأزمة جغرافية، وتفاقمت الوضعية من خلال التغيرات المناخية اللي نعيشوا فيها تويكا، كيف هذا صعيب ياسر، السخانة كيف كيف، مشاكل برشا والطلب بالنسبة للموارد الموجودة برشا. الحلول اللي نشوفوها نحن كمارس التونسي المياه إنه تونس كدولة لازم تخلي عن سياسة الحلول الظرفية والترقيعية لمعالجة الوضع المائي، عمل على رسم سياسة عمومية جديدة في إطار حوار تشاركي، بتطالبوا بالإسراع فتح حوار جدي باش نعاودوا مجال المياه، كيف كيف زاد تعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في مجال الماء، حسنوا من البنية التحتية، تجديد القنوات، نقصوا من الفويت متاع الماء، تخلينا عنها استدامة التزود. من جانبه اعتبر الخبير في الموارد المائية عبدالله الرابحي أن محطات تحلية المياه هي جزء بسيط من الحل للوضع المائي، داعيا في تصريح للإذاعة الوطنية التونسية إلى ضرورة العمل بالتوازي على اعتماد حلول أخرى لا سيما من خلال ترشيد استهلاك الماء واستغلال مياه الأمطار. راو هو جزء فقط من الحل، لابد من تكون عندنا عديد الحلول. أول حلول هي استعمال اللي عنده بطريقة رشيدة وبدون تبذير ومراجعة ربما الضياع اللي عنده. الحاجة الثانية لابد من مياه الأمطار، نستغلوه وقت جينا مياه أمطار وجينا كل فترة نظرا للفترات البجدية، يجيك بسخانة طويلة وجفاف طويل كما قاعدين نشاهد، يا إن شاء الله ربي يرحمنا باللطف تجي ونشوفه فيها في عديد الأماكن، باكستان المدة الأخرى، كل البلدان القريب، ألمانيا انهارات. الحاجة الرابعة هي ربما حوكمة، واعتقادي في تونس لا بد باش تكون الحلول هذه هي وقت اللي ما عندنا غير هالملجأ هذا. ليش لا بد ما تكون باراليل، لا بد باش نخدمه ونخدمه الحوايج الأخرى السهلة. هالمحطات هذه مش هي الحل، أنا أقول مش الحل، جزء بسيط من الحل، وين في الأماكن اللي بعيد عليها الماء. سجلت نسبة التضخم في تونس ارتفاعا طفيفا إلى مستوى 7.3% خلال شهر جوان الماضي، بعد أن كانت في حدود 7.2% خلال شهر ماي المنقضي، مدفوعة بتسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات وفق المعهد الوطني للإحصاء. وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك وفق بيان أصدره المعهد ارتفاعا بدوره بنسبة 0.5% خلال شهر جوان المنقضي. يتحصل المترشحون على الامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة عام 2024 على نتائجهم عبر الإرساليات القصيرة بداية من يوم غد، كما ينطلق غدا التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا لدورة المراقبة عبر نفس الخدمة وفق ما يوضحه مدير الإعلام والاتصال بوزارة التربية منذر العافي.
بالنسبة للمترشحين لامتحاني شهادتي خط التعليم الأساسي العام والتقني الدور 2024 يمكن للمترشحين الحصول على نتائجهم عن طريق الإرسالات القصيرة بداية من يوم 9 جويلية 2024. بالنسبة لامتحان البكالوريا كذلك دورة المراقبة يمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في دورة المراقبة عن طريق الإرسالات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الثلاثاء 9 جويلية 2024 بداية من الساعة 10 صباحا وذلك بالتوجيه إرسالية قصيرة إلى رقم 85005 على النحو التالي: باك ثم الترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. مع دخول العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة شهره العاشر، أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتكاب قوات الاحتلال لثلاث مجازر خلال الساعات 24 الأخيرة، استشهد فيها 40 فلسطينيا وأصيب 75 آخرون، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 38,000 شهيد و 88,900 جريح. وكشف مدير عام وزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش اليوم توقف جميع الخدمات الصحية في مستشفيات شمال القطاع، قائلا إن إمكانيات الوزارة ضعيفة جدا وإن نقص الوقود يمثل أزمة كبيرة. وأكدت كتائب القسام وسرايا القدس تفجير آليتين عسكريتين صهيونيتين بعبوات أرضية بمحور التقدم في حي تل الهوى جنوبا، واستهدف قوات الاحتلال في محور نتسارين بعدد من صواريخ الهجوم. في المقابل أقر الاحتلال الصهيوني بإصابة 23 عسكريا خلال الساعات 24 أو الساعات 24 الأخيرة في معارك غزة. دبلوماسيا، يكثف الوسيطان المصري والقطري جهودهما لانتزاع اتفاق هدنة وتبادل للأسرى بين حماس والكيان الصهيوني. يأتي ذلك في وقت أبدت فيه حماس المزيد من المرونة مقابل تمسك رئيس حكومة الاحتلال بمواقفه المتعنتة، مثيرا بذلك مخاوف الأوساط السياسية الصهيونية من أن يؤدي ذلك إلى فشل الجولة الجديدة من المفاوضات. متابعة لهذه المستجدات في التقرير التالي لزياد حسني. تستضيف القاهرة والدوحة خلال الأيام القليلة القادمة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس والكيان الصهيوني للتوصل إلى اتفاق هدنة وصفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين. رئيس جهاز الأمن العام الصهيوني توجه اليوم إلى مصر في حين يزور رئيس جهاز المخابرات الموساد قطر بعد غد، حيث يلتقي برئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ورئيسي المخابرات الأمريكية والمصرية. هذه المفاوضات تأتي في أعقاب إعلان حركة حماس تخليها عن اشتراطها وقفا دائما لإطلاق النار في غزة قبل الدخول في مفاوضات جديدة، كما أنها تأتي في وقت صرح فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يتيح لتل أبيب استئناف القتال إلى حين تحقيق جميع أهداف الحرب على غزة. تصريح أثار مخاوف مسؤولين أمنيين الصهاينة من أن يعرقل نتنياهو صفقة تبادل الأسرى المحتملة مع حماس بسبب خشيته من انهيار حكومته. في الأثناء جدد وزير المالية الصهيوني اليميني المتطرف اليوم معارضته أي صفقة مع حماس، معتبرا ذلك هزيمة وإذلالا للكيان المحتل وانتصارا لحماس، مجددا تهديده بالاستقالة في حال إبرامها. في المقابل تعهد زعيم المعارضة يائير لبيد بدعم نتنياهو في الكنيس لكي يبقى في منصبه في حال استقالة أعضاء في حكومته بسبب إبرام اتفاق مع حماس. إلى فرنسا، وغدت الانتخابات التشريعية التي شهدت فوز تحالف اليسار من دون إحراز الغالبية المطلقة. رفض الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم الاستقالة التي تقدم بها رئيس وزرائه جابرييل أتال مطالبا منه البقاء وتصريف شؤون البلاد حفاظا على الاستقرار. وبعد المفاجأة التي أحدثتها نتائج الانتخابات التشريعية وأسقطت نتائج اليمين المتطرف، بدأت الأطراف السياسية مداولات لتشكيل غالبية وتعيين رئيس جديد للوزراء. نهاية هذا الموعد الإخباري المسائي قدمناه لحضرتكم من إذاعة الجمهورية التونسية، إليكم تذكيرا بأبرز عناوين.
حركية سياحية هامة في المنطقة السياحية برقة عين الدراهم وتوقعات بموسم سياحي استثنائي بالجهة. تفعيل صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار، وفي النشرة كانت لنا فكرة عن شروط الانتفاع بهذه القروض. وثلاث مجازر إسرائيلية في قطاع غزة وكيان الصهيوني يتمسك بمواقفه المتعنتة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى. نهاية هذا الموعد الإخباري مع أجمل تحيات كامل الفريق. مشواركم متواصل بعد قليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع معز الغربي. في أمان الله.